حاجه في رمضان ما تنساهاش يا كابتن هشام كده، موقف كده في رمضان، حدوته في رمضان؟ مره مع كابتن جوهر الله يرحمه يعني، كنا في جوهانسبرج تقريبا يعني، وكنت انا لسه طالع مع اللعيبه الكبار بقى، كابتن اشرف قاسم بقى واحمد الكاس واسماعيل يوسف وحسام ابراهيم وشوبير. بص المجموعه الجامده قوي دي، ورضا عبد العال. رضا عبد العال انت فقري على طول، فقري مش هزار يعني، وانا قاعد مع اشرف قاسم. فعملوا 100 مقلب بجد، انا كنت بخاف بنام الساعه 11 بالليل، فاتسحرنا وكابتن جوري ما بيزعق بس في حد، انا ماليش دول الكبار وانت الصغير. صغير خالص يعني، انا وعلي مالك كنا اصغر اثنين. فرايح فنمت بدري يعني، انا خلاص بنام بدري، سحرت بدري الساعه 11، كابتن جوري ما بيحبش السهر، تنام وتسحر وكده. فقالوا لي ايه، اصحى عشان صلاه الفجر. فصحوني قال لك ايه النهار ابيض، الحق ده التمرين، الفرقه خدت بعضها ومشي. كابتن اشرف ياسين صحاني وهو لابس شورت، لابس شورت وفانيلا، عارف يعني ايه واحد لابس لك شورت وفانيلا؟ قال لي الحق بسرعه، ده كابتن جوهري في الاتوبيس وانت متاخر. انا صحيت مش عارف اعمل ايه، اللي هو صحيت في الاوضه اخش الحمام ولا البس ولا اعمل ايه ولا بص مش عارف اعمل ايه يا مهيب، كابتن جوهري عارف يعني ايه كابتن جوهري؟ فنزلت يا مهيب تحت في الريسبشن، قعدت ابص وجريت بره الاوتيل ما لقيتش الاتوبيس. قلت يا نهار اسود، انا مش شايف بقى الدنيا ضلمه ولا الدنيا نور، انا مش شايف، انا كل اللي همي ان الاتوبيس مشي وسابني وماتش مهم. رحت راجع من بره، والله يا مهيب زي ما بقول لك كده، قعدت اعيط في الاوتيل، قعدت اعيط. جوري الله يرحمه جوه كابتن جوهري، وانا داخل بقى قعدت اعيط ويا رب واو مش عارف ايه، واروح للريسبشن اقول له هو الراجل مش فاهم، عمال اكلمه ومش فاهم، اتعصب عليا وانا مش عارف اعمل ايه. طب تاكسي اي حاجه؟ قال لي تاكسي نو دلوقتي، يعني تاكسي دلوقتي ازاي يعني، تو ليت دلوقتي ان تاكسي انك تروح تتمرن. قلت له اتمرن؟ انا معايا في تمرين دلوقتي. قال لي نو نو واي يبقى في تمرين دلوقتي. فالمهم ايه، قلت طب اطلع اخبط على الاوض. فوانا راجع بقى وكده لقيت لك اللعيبه كلها واقعه على الارض، كله واقع على الارض. انا بصيت كده مهيب والله زي ما بقول لك كده، بصيت كده كسفت قوي من نفسي، لقيت لك بقى كابتن اشرف وكابتن حسام والدنيا، وانا رايح في النوم واتاري مفيش تم ولا في التمرين، ولسه الساعه 2 بالليل وانا هولف في دماغي. لا بص انا كنت بتعمل فيها مقالب وانا صغير عشان انا طيب والله بجد يعني مع الناس دي انت جميله. لا يا كابتن مهيب والله.